هاي، كيفك؟ كيفك انت؟ الحمد لله. خليني انا اعرف فيك لو سمحتي، لانه انا كثير بحبك. اليوم معي آية، رح نعمل لوك ناري. ناري ناري. يلا stay tuned guys. رح استعمل هيدا السيروم من First Sally، رح نستعمل هذا البرايمر مثل ما قلت لك من MSM. هذا بسكر البورز. الجبين كان عم يلمع، اي ثينك انه بين انه نشف دايركت. هذا كثير بيرفكت للناس اللي عندها شوي بورز، للي عندهم اويلي سكن. اتس ريلي جود. شوفوا هيدي السايد وشوفوا هيدي السايد. بس هلا انتم بين شوي معكم اللوك. هلا انا بحب شوي مع اللوك التان انه نكون هيك شوي التشيكس يكونوا هيك جلوي. رح احط لها شيء، رح نروح شيء لبيتش. أعمل هذا الهايلايت من لوير مسار. بحب أنا الهايلايت بريشة صغيرة وبحط بس على أول التشيكس. هلا خلصنا اللوك انا وآيا. كيف آيا اللوك؟ جنن. لوك ناري. ان شاء الله تكونوا حبيتوا، عن جد اتس ناري. ان شاء الله كلكم تحبوه، وبدي تكونوا شوي اذكياء وقت تحضروا الفيديو. انا استعملت كذا برودكت بهذا اللوك، بدي تشوفوا اكثر برودكت استعملتهم لتقدروا تعرفوا هي مش حزوره مين الانسبايرد لوك تبع اليوم.